يا مراحب في شغل عالي. فعلا صدق اللي قال الكراسي بتغير. الجمله المشهوره اللي بنقولها دايما على سبيل الشماته والحسره وخيبه الامل في صاحبك اللي كان قاعد معاك على القهوه، لكن لما لقى شغل ابتدى يركز بقى ويختفي وبقت ظهوراته خفيفه جدا، يجي يسلم ويمشي، لكن لازم نقول له بقى كده ونتحفه بالكلمه الشهيره كراسي بتغير. او تقولها لزميلك اللي كان معاك في الجامعه بس هو دلوقتي اتغير وعمل شغله وعمل مشروعه، فبالتالي بقى مش فاضي طول الوقت، وانت طلبت منه خدمه وهو للاسف نسي يخدمك في الموضوع بتاعك، فتقول له كراسي بتغير. انا النهارده عايزه اسال زمايلنا واصحابنا والجمهور العظيم اللي معانا في الاستوديو، كراسي بتغير، ايه رايكم في الجمله دي؟ احكوا لي. لا، مين قال لا؟ اللي قال لا يقول لي لا ليه، واللي قال اه يقول لي اه ليه. ايه ده في مشاركات فظيعه. طيب المايك فين؟ مع مين؟ اتفضل. يلا بينا. هو بص حضرتك يا دكتور، من ناحيه الكراسي بتغير فبتغير. ازاي؟ يكون مثلا حد معايا في نفس التايتل، تمام، واكلين عيش وملح وكويسين جدا مع بعض وهزار، بس بان على حقيقته لما ايه بقى في تايتل اعلى مني. اول ما ترقى عمل فيك ايه؟ قول لي. مفيش. احكي. بقى بعد ما كنا اصحاب بنقعد على القهوه عادي والدنيا جميله جدا. لا ما في الشغل. الشغل شغل كل حاجه. ايوه مفيش كلام، ولكن هو بقى شايف نفسه كويس يعني قوي، بقى يتعالى. معلش بس اقول لك على حاجه، اسمه استاذ. استاذ فلان بقى، فاهمه؟ وحشه دي. هيقول لصاحبه انا بقول لي يا استاذ فلان. استاذ فلان. يعني اللي فات ممكن كنت احاول ادافع عنه بس كده لا. طيب شكرا. ايه كمان؟ صدقني. بحس كمان انه الواحد بيبان على حقيقته لما بيتحط في منصب معين. ازاي؟ بيبدا بقى يشوف نفسه، يعني ممكن تكلميه كذا مره ما يردش عليكي. ها وايه كمان؟ تطلبي منه حاجه خدمه لا مش بسهوله. يماطل فيها. طب هشوف، طب بعدين، مع ان في حين ان هو في ايده اصلا ان هو يعملها دلوقتي. يعني احنا بنشوف ان الكراسي بتغير لما الشخص اللي بنلجا له في خدمه او مساعده وهو ما بيهتمش، فبنحس انه كده طبعا ايه شاف نفسه علينا. ماشي. ايه كمان؟ انا شايفه ان يعني هي حسب طبيعه الشخص. يعني لو هو طبيعته كويسه الكرسي او المنصب اللي هو فيه هيخليه خدوم للناس اكتر، لكن لو الطبيعه العكس هيبقى العكس. لا حلو الفكره اللي هايدي بتقولها، لانه ممكن لما ياخد مكان جديد ياخد امكانيات اكبر فيقدر يساعد الناس اكتر. حلو، كل حاجه من زاويه ما بنشوفها. موافقه جدا. حد عنده راي تاني؟ حد عنده خبره تانيه شبه كده؟ تعالوا نفكر فيها بشكل تاني. هل في ناس بتتغير لما بتتقلد مناصب معينه؟ او مثلا يعني زي ما حكيتوا كده، لما يبقى مدير بقى يتصرف بشكل مختلف تماما عن ايام ما كان موظف. اسالكوا سؤال تاني، هو المفروض اصلا ان الناس ما تتغيرش عموما؟ هل احنا مفترضين ان الناس ما بتتغيرش؟ التغيير سمات الحياه. ايوه. ايه عملتوا لي لا ليه؟ طب ما كان متغير من 5 دقايق دلوقتي. على حسب التغيير، يعني على حسب التغيير هيبقى حلو ولا مش حلو. ما ممكن حد يتغير للأحلى وممكن حد يتغير للأوحش. في وجهة نظر مين؟ حد هنا يجاوبني. في وجهة نظر مين أحلى أو أوحش؟ المجتمع والناس، بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. الغريبة بقى إن إحنا فعلا بنطلب من الناس إنهم ما يتغيروش، بعيدا عن الكلام اللذيذ اللي اتقال انه تغيير سمه الحياه، وانه الشخص اللي مش بيتغير اصلا حط عنوان كده معناها انه شخص مش بيتطور. اكيد اكيد الشخص اللي مش بيتطور مش هيبقى بيتقلد المناصب الاعلى، او يعني في اغلب الاوقات مش دايما. لكن معرفش ازاي فاتنا واحنا بنطلب منه انه ما يتغيرش اننا ندرك ان الناس وانا واللي قدامي والاشخاص اللي بتعامل معاهم كلهم لازم نتغير. في حقيقة كده لازم نفكر فيها. لما بنغير الكراسي، فاكرين لعبة الكراسي الموسيقية بتاعت زمان؟ واحنا جوه اللعبة وبنكسب، بيبقى إحساسنا إيه؟ مبسوطين، ده احنا كنا أشرار واحنا صغيرين، صح؟ وبعدين لما بنطلع أول خلاص ما الدور يجي إن أنا طلعت، بنبقى حاسين إيه؟ إن احنا زعلانين. واحنا مبسوطين واحنا جوه لعبة الكراسي الموسيقية كانت الدنيا عاملة إزاي؟ بنجري بسرعه ومشغولين ومش فاضيين وحتى ما خدناش بالنا من اللي خرج ده، صح؟ ولما خرجنا، انا شخصيا حصلت معايا وانا صغيره، قلت مش هلعب اللعبه دي تاني، اللعبه دي مؤذيه جدا. احساس الشخص اللي بيطلع بره ده ويتساب
ومحدش يقول له برافو انت عملت شغل حلو، احساس وحش جدا جدا. فاللي عايزه اقوله انه اختلاف اماكننا بالضروره لازم تختلف نظرتي للاشياء. فطبيعي جدا ان انا ممكن لو فكرت بالطريقه دي، ان انا لو قاعد، لو انا شايفه هنا من على المسرح غير لو انا قاعده هنا مكان حضراتكم، صح؟ انتوا شايفين صوره كبيره ورايا، صح؟ انا مش شايفه حاجه غير زمايلي والفريق اللي بيشتغل معايا. فكل واحد فينا باختلاف موقعه بتختلف نظرته للاشياء. تخيلوا كده المدرس زمان واحنا صغيرين، كان ايه اكتر مدرس بنحبه؟ مفهومي المدرس الكويس هو المدرس اللذيذ اللي بيهزر معانا، وغالبا كان مدرس الالعاب واللي كان طول الوقت بيضحك، مش كده؟ لما كبرنا شويه بقى المدرس اللي بحبه هو اللي بيفهمني كويس، صح؟ كنت مزنوق في المذاكره. ولما كبرت اكتر اتقابلت في الجامعه مع مدرس مش بس بيشرح، ده بيعلمني ادور على المعلومه وافهمها بطريقتي. فبقى ده اللي بالنسبه لي ده المدرس الجامد جدا. فانا كمان الكرسي بتاعي اتغير، مش كده؟ ونظرتي اصلا للكويس والوحش اتغيرت. اول ما ببدا حياتي العمليه بيكون مفهومي عن المدير الكويس مثلا انه الشخص اللي مش بيديني تكليفات كتير ولا بيحاسبني ولا بيختلف معايا، فانا اقول لاصحابي ايه ده، انا مديري زي العسل، سكر، اقعد للساعه 12 الظهر ما اروحش الشغل ولا يسال عليا، ايه اللذاذه دي، ده مدير لذيذ، صح؟ لما بقدم شويه في الكرسي بتاعي بكتشف ان انا من عماله سنين عمري تضيع، ما حدش بيعلمني حاجه، ما حدش بيكلفني بحاجه وبعدين يرجع يحاسبني عليها. لما يتغير بقى مكاني في الكرسي وابقى انا المدير، بفتكر افكر بقى بطريقه ثانيه. عارفين المدير بيفكر ازاي؟ فكر في الكرسي اللي قدامه، الشخص اللي حاجز الكرسي في المؤسسه ده لازم يكون جاي منه عائد، وده مش استغلال ولا حاجه، يعني الكرسي بتاع الموظف لازم يدينا عائد مادي او معنوي او قيمه، يضيف قيمه. عارفين القيمه المضافه دي؟ احنا كبني ادمين بنضيف قيمه. الخلاصه انه الكراسي لازم تغيرك، لان التغير هو النضج والمدارك الجديده الاوسع والمهارات والحلول اللي كل يوم لازم اكون بطور نفسي بيها. تتغير بالمعنى الايجابي زي ما ماريز قالت كده، لازم الاماكن تغيرنا، لان انا لو فضلت بنفس عقلي بتاع الخمس سنين اللي فاتوا يبقى انا ما عملتش حاجه في مكاني الجديد. لكن انه الكراسي بقى تبقى سبب انك تتعالى او تتنكر لكرسيك القديم او ترجع تقول لصاحبك قول لي يا استاذ، فكرك كده ان كل الكراسي موسيقيه، وغالبا انت كمان في اللفه الجايه ممكن ما تكونش موجود على الكرسي بتاعك، مش كده؟ خد نفسك شويه يا غالي وارجع نكمل شغل عادي.